المشاهدين كدرسوا العزاز الغاليين، كبقيتوا مع صحيحتكم، كبقى وليداتكم، العائله كلشي لاباس. نتمنىكم تكونوا على خير وبخير، تكونوا في صحه جيده يا ربي، نتوما وعائلتكم وليداتكم والحباب ديالي. شكرا لكم بزاف، شكرا لكم على السؤال اللي كتسولوا فيا وتعيطوا عليا وتفاجئوا عليا، الله يفاجئ عليكم في الدنيا وفي الاخره. شكرا على الكومونتيرات الزوينين، شكرا على المشاهده ديالكم، شكرا على التكبير، شكرا على كل شيء. واخا نعيا نشكركم العزاز الغاليين، راه الشكر حق في قليل في الحق ديالكم العزاز الغاليين. والله يخليكم ليا، والله يجعل ربي يحفظكم ويحفظ وليداتكم، والله يكثر خيركم. وهذا النهار لاله مريم راه دير لنا كاسكروت، قالت لك اسيدي دير لنا المخمر، وانتم تتابعوها ان شاء الله. خو جمجمو خلي لها كومونتيرات زوينين، شكرا لكم بزاف بزاف اخوتي، وخلي الكلمه لاله مريم. السلام عليكم اخوتي المتتبعين، كي داير لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا على خير وبخير. كما كتشوفوا اليوم غادي ندير المخمر الكاسكروت، ونتمنىكم ان شاء الله تقبلوا علينا، واي حاجه درناها كنشاركوها معكم. راه اي واحد كيعرف يعجن وكيعرف يدير المخمر، احنا اي حاجه درناها كنعملوها معكم وصافي كنديروها معكم. نتمنىكم ان شاء الله تقبلوا علينا. هنا عندي الفرص، الحرش، السكر، الخميره على حسب. مع دابا خوتي البرد، انا راه عندنا الجو ديال الشتاء فاحت، واليوم الحال مغير. هذه خليت كوبين، انا اللي مريم تبارك هنا بالمخمر اخوتي. شحال هذه من رمضان، من رمضان كانت تديرو اخوتي، قسما بالله كنا دايرين كل يوم كانت تديرو، ما كانش تشركوا معاك، تقولي شركي معاك، تقول لك بلا ما نشرك حتى المخمر نشركو معاك، تقول لا ديري المخمر. باش كاينين البنيتات اللي ما بزاف دير يتعلموا يبقاو يديروه، وكاين شي كاينين البنيات وكاينين العيالات اللي في المغرب. اما تقدس مريم الله تبارك الله، تيقول لك كلشي كيعرف هذا الوقت قليل. والله العظيم اخوتي كلشي دابا تيعيطوا لي تيقول لك شحال من حاجه تسبدنا منك اخاتي يطو، وديري لنا ديك. حنا ماشي زعما تنعجنوا قدامهم، راه حنا تنعلموهم، لا حنايا تنشاركوا معاكم وصافي. تنشاركوا معاكم، هذا هو الروتين ديالنا الحباب. هذه عجينه، هذه عجينه نعجنوها معاكم، الطياب طيبنا نطيبوا معاكم، صبنا نبينوا لكم، سيقنا نبينوا لكم، خمنا نبينوا لكم. وكنتمناكم تشاهدونا وتقبلوا علينا، وراكم قابلين ومشاهدين، والله يكثر خيركم ويخلف عليكم. كنغمز التمرينات، الطبسيل هذاك هو اللي هز، انا درت لك القانون ديالك، بغيتي تزيد ليا، عينك كبير. والله غالي، الا خلي شريتي الكبير فيه راهم حيدنا، حيدت حكيت وحيدت. دابا هذا قادنا تبارك الله، تيعمر برك بدات كبير حتى هو، وبرك القهوه وتيشي في الخيط تبارك الله، واللي شافو يقول لك راه صغير، هو راه كبير. والله هاني كنت انا لا نشرك معاكم المخمر الساعه، قالت لكم مريم انا لا نديرو، انا لا ياشي مرحبا، حتى لو بغيتي ديريه انت مرحبا، تاهي تديرو مزيان اخوتي، مشي شيتكم في رمضان كلو، تدير لنا واحد المخمر منقولكمش، والعرب هداك هو حبو، نموت عليه. غتبقى تزلك انت محيدتي، انا قلت انا نجرب لا. كان عندي هنا مول فنعجن عليها كبير ساعة خوتي، دابا راكم عارفة رجلي مريضة ما كتناريش، تنعجن عارفة معيش انا كمان، حنا دايما تنجرو في بلا عمرنا عجنا على ركابينا، ولكن من دابا كبر مكاينش بحال هكا شحال تنعجن على ركابينا. تا انا فيها حبة الملحة الكافية غادي ندلك فيها، شوف معايا هداك الملاول مخمر كيبغيو الزليت. هاد لك شي حاجه تدير في الشفشة، عجينة، نتوما المخمر ديالي، نتمنى إن شاء الله تقبلوا علينا،
اي حاجه درناها كنشربوها معاكم نتوما خوتي. كتعمريه زبده باش كيجي مورق. دابا غادي نرقها كل ملويه نتوما خوتي. دي الطريقه نتمنى ان شاء الله تقبلوا علينا. اي حاجه درناها كنشاركوها معكم وخيركم في داركم. غادي نخليها هكا. غادي نغطيها بميكا سلوفان اللي عندكم وغادي نخليها تطلق شويه وغادي نتوما خوتي بسم كرصه. كندير لها الزبده على فمها كتجي محمره ومهشه خوتي. هذه هي الطريقه. انا كرصتها صيبتها معكم مشيت كنقرصها درت عليها ميكا وبقيت كنقرص بيديا مشات نيشان نتوما خوتي. دابا غادي ندير لها ميكا غادي نخليها تطلق مزيان حتى تخمر وغادي نخبزها. هي دايره في دهنا هي عطاني في الطاجين من ولي درنا فيه وكنشاركوهم معاكم. كنتمنى انكم تقبلوا علينا وتخلي كومونتيرات زوينين ديال مريم. نهار اخر عطاني خوتي شي خضره ندفعهم في الفرع ان شاء الله. وخليكم معنا العزاز الغالي. الصحة على مريم. خلنا الفاش باش تزيد العرش. دابا خوتي شفت باش شهيتكم العزاز الغالي نشوفوه مبعج واحد تبعيجه خفايف ماشي داك الغليظ ولا هذا هو السر. واش هشيتكم الحباب تسمح لي لها وحده اخرى خوتي ها هي عاد تقطعها حقا هذه القاده. انا الحباب بينك بزاف حنا وسط العرب وسط الطيب. انا موت كنتمنىكم الحباب تشاهدونا الحباب ديالي وخليكم متراسلين لاله مريم. وتسمح لي الا كان شي محمد تسمح لنا وخيركم في داركم. كنتمنىكم نتوما تاكلوا هاد الخضره نتوما اللواله عاد ناكلو حنا العزاز غاليين وهلا خطاكم عليا والله كبر بيكم. شكرا لكم بزاف. وحنا نحطو كاسكروت ديال الحباب. حنا حطينا كاسكروت ديالنا اللي كتب الله المخمل اللي صوبت لنا مريم زويتينات دوازات اللي كتب الله العزاز الغالي كنشاركو معاكم. كنتمنىكم تقبلوا علينا وتشاهدونا وهذا هو الروتين ديالنا الحباب. شكرا لكم على التتبع اللي متبعينا ومسانديني لي وواقفين معايا الله اللي يوقف معاكم ويزازيكم. شكرا. السلام عليكم. تحية للمتتبعين ديالي الأوفياء. تحية لأولاد المغاربة وخوتي أينما كنتم داخل المغرب وخارج المغرب. شكرا لكم بزاف. شكرا على التعليق ديالكم. شكرا لكم اللي كتسولوا في عملكم الطيب وفي العائله ديالو. تنحبكم تنشكركم بزاف اللي خطيكم عليا. انتم هما الاهل الحقيقيين ديالنا. تنشكركم على كل ما قدمتوه لنا اللي خطيكم علينا. تحيه لخوتي الجزائر كذلك داخل الجزائر وخارج الجزائر في المهجر. تحيه لكل الدول العربيه. شكرا لكم بزاف. شاركوا معكم انا كاسكروت ديالنا ان شاء الله نتمنى يعجبكم. نتمنىكم ديروا بحالهم ان شاء الله بهاد المخمرات وتحطوهم للازواج ديالكم ووليداتكم ان شاء الله بالصحه والعافيه. نتمنىكم تكونوا معنا وتشاركوهم معنا. شكرا لكم بزاف اللي خطيكم. وهذا هو كاسكور ديالنا خوتي. نتمنى ان شاء الله تقبلوا علينا. مرحبا براجل خالتي والف مرحبا. بارك الله فيك. ومرحبا اللي جينا عندك كامل مرحبا بك. مرحبا حنا نسينا والله. مرحبا بسي مصطفى. هذه دار والله الا دار مثلا اللي قاعده ماشي ضايفه راه الدار دار. مرحبا بك. ايوا نعطي شي السلام عليكم. السلام عليكم. تحياتي لكم المشاهدين. وتهلاو تهلاو في يطا تهلاو بالطاج ابوني. راكم كتنساو ابوني كتنساوها. اي والله الا بقاو يساو هاد لي ابوني كي كان راجل اختي الابوني هذا هو الراجل ديال سعاد. فضلتو عليكم اخوتي الله يعافيك. ما كانش معنا سيدي ما كانش جبت علينا وجهه قال هذا الله يعمر له الدار. وتحياتي لكم الوالد ديالو. خلي لكم الفيديو ان شاء الله الى الفيديو الجاي ان شاء الله يا ربي. واحلى وشكرا لكم.